في سن صغير ديجا في العام ونص عملت يعني اوبيراسيون كبيره. يوريك لي حاله خاصه برشا ومن حالات النادره في العالم، في العالم مش في تونس بركه يعني. الله المستعان، شو نقول لك، ولله الامر من قبل ومن بعد، ربي يسر امور كل البشر. وكهو الفكتيف برشا في تونس وكثير ضاغط عليه ياسر، والناس لازم تستنى وتصبر، سي كم سا هذاك هو سبيتار يعني، معنا ما نعمل يعني، فهمت. بالنسبه لي انا يعني بنتي رقدت برشا في السبيتار وعملت برشا عمليات الحق نتاع ربي، وماش نزكي فيهم يعني، قيد طبه ياسر باهيين في سبيتار بشير حمزه وكهم يعني باهيين برشا وتحفونين وياسر كلاس ومتربين وتلاقوا لي بنتي وممرضه تزيد كيف كيف، ربي يبارك لهم. بالنسبه لي انا مش لاقي حتى قلق، سوف كانه يستنى، يلزمو يستنى توت فاسون يعني، كي باش يبدا يعدي ولا يحكي، فهمت. لا هي بنتك حاله خاصه هكا ولا حاله خاصه؟ هي حاله خاصه بنتي، لكن نحكيو في العموم لهنا. خاصه برشا بنتي؟ لا بالعكس، يوريك لي حاله خاصه برشا ومن حالات النادره في العالم، في العالم مش في تونس بركه يعني. الحمد لله يعني دكتور شيف سيرفيس تاع شيروجي بي ما شاء الله عليه، طبيب كفء على الاخر وبرشا زاده. شنو عندها؟ اسمي دكتور برشا برشا طب دكتور. شنو عندها بنتك؟ كذا برشا برشا كلهم من حالات النادره في العالم وكها، وأما الحمد لله توا لاباس هكا تشوف فيها ديجا ما شاء الله صبيه. الحمد لله الحمد لله. راضيه بالخدمه اللي قاعده تتقدم في المستشفيات ولا؟ بالنسبه ليك انت اسو مرقد في السبيطار برشا. اي راضي. اهتمام برشا. لقيت تعاملات باهيه؟ على الاخر. كلهم يحبوها ديجا. يحبوها برشا يعني، فهمت؟ ويعطفوا عليها خاطر هي يعني صغيرونا، كانت في سن صغير ديجا في العام ونص، عملت يعني اوبيراسيون كبيره، فهمت؟ يحبوها برشا، لاهين بها اكسيتيرا يعني، كهو ربي يبارك لهم ويبي يفضلهم وكها. بعد المواعيد معناتها معناتها موعد بستة شهور بعام، ساعات تلقى بعامين معناتها توصل. يبدا بموعد ستة شهور ولا عام، سيكورا والمريض كمل العملية نتاعو يعني كمل ويقعد يتبع اي كل ثلاثة شهور، بعد يولي ستة شهور، بعد يولي عام. ساعات حتى كونسلتاسيون معناتها واحد باش يكشف على حاجة يعطيوه معناتها ثلاثة أربعة خمسة شهور. راهو تراب، كم تراب الجمهورية يجي مثلا سبيطار صغار، كم تراب الجمهورية يجي صالح صالح زايد، يجي شارنيكر، دونك ما يجموش باش يعني كيما يقولوا فيها يعني، يلزمهم يستناو يعني، ما عندهمش حل آخر. خاطر برشا في كتيب ويزم قسمه، ثم كراسه نتاع يعني نتاع مواعيد، دونك يلزم الناس تستنى. انا با لو شوا، انا بيدي على عيني نوصل من بعد عام نعدي على عيني. انت تراها ترى فيها حاجه تفرح؟ اخي بيان سيغ لا ما تفرحش، مي لكن لازمنا نصبروا، ما نغينا فيها ديك هي بلادنا يعني، لازمنا نصبروا الحمد لله. وكا معناتها اللي ما عندوش فلوس عادي، وانت قلت لي معناتها عندك مشكله في عينيك، عادي جدا تقعد من هنا ستة شهور وانت عندك مشكله في عينيك وما تعملش كونسلتاسيون، والله اعلم معناتها المرض هذاك كي يتراكم شنو يولي. ما يولي ما يولي شيء باذن الله، لاباس جست حكايه نقص نظرك هاو ونحكي. نعم فهمتك، انا على حالات اخرى ما اخطر مني ما اصعب مني ما كذا، الله المستعان، شو نقول لك، ولله الامر من قبل ومن بعد، ربي يسر امور كل البشر وكهو.